جماعة أقولكوا على أحسن ألوان بستخدمها، طعمها حلو جدا. تلوينات جي ال سي، الواحدة ب5 جنيه وفي منها علبة. قبل ما برسم على أي حاجة بدلها وش أو اتنين سيلر مائي، ده بيخلي اللون يمسك ويبقى فيه تشبع، وبعدها وش أو اتنين أبيض. بس أنا جايب جردل عشان برسم كتير. وعشان تعمل اللون هتجيب بلاستيك أبيض الكمية اللي أنت محتاجها، وهتجيب اللون ترجه كويس وتحط منه لحد ما يبدأ يبقى واضح معاك. مع الوقت هتعرف أنت بتحط كمية قد إيه من اللون، وقلب كويس عشان اللون هيتغير بعد ما يتقلب، وتعرف ازاي هو عايز تخف ولا لا لما تعمل الحركة دي وتلاقي الفرشة متنزلش خالص. وهنا كنت عايز اعمل اصفر بس فاتح خالص، فحطيت كمية قليلة. ولو في لون عايز تغمقه ممكن تغمقه برصاصي تكون عملته بس كمية قليلة. رجعوني يا جدعان وانا اقول لكم على حاجات والله ما حد قالها قبل كده. ولايك واكسبلور لو عجبك الفيديو.